وعود بدأت تختفي. هاي كلها تعرف اللي انت مدرب ما تعرف هذا الشيء. لا تدرب. هو حكى عن فريقي انا وحرفيا يعني. هلا هي كلمة ما حاطت هدف بتكون عم سئلة نفسي انا اكيد عنا هدف. الحكام هالسنة صعب عليهم دوري سمو الشيخ ناصر بهالشراسة هالسنة. اهداف اتوقع انها تغيرت. احنا محتاجين 3 نقاط. فرق منظوماتها تبدلت. وثانية ما تدري الحين من وين تبتدي. اللي صار واللي بيصير بصراحة شيء غريب من الأخير. تحكيم يفشل. راحت المباراة. راحت. أصلاً في كل مباراة تروح هي. جولة ثالثة يعني كل فريق لازم يكون فيها جاهز بدون اعذار ولا تبرير. الاهلي والمنام كل فريق يدور على العلامة الكاملة. الاهلي بتضمير الجراح والمنام عشان يبعد في الصدارة يقعد مرتاح. لكن شنو بيكون حق كل فريق للفوز المفتوح؟ حتما بتشوفها في المباراة إن شاء الله. شنو؟ بتشوفها في المباراة. بتشوفها المباراة. إحنا قارينا فريق المنامة إن شاء الله قراءتنا صحيحة. شفنا المباراة وشغلنا الفيديو ونفس ما قلت لك رأيناهم في الفيديو نقاط الضعف نقاط القوة لا لنا ولا علينا. للفريقين يعني إحنا من وين بنهجم وهم من وين بيهجمون. أنت من وين بتدافع وهم من بتدافع وهم من بيدافع. أنت من وين بتضغط وهم من بيضغطون. هاي كلها تعرف اللي أنت مدرب ما تعرف هذا الشيء. اكيد كل مدرب لا انا ما يعني هو حكى عن فريقي انا هو هيك رايه بالنهايه بحترم رايه جدا يعني كل فريق فيهم يقوون الضعف اكيد مثل ما نحن شغالين عليهم هذا الكلام اللي حكيته انا بالاول انه نحن شغالين وهم شغالين هو هذا الشيء اللي شافوه هو حرفيا يعني مهدي عبد الجبار اذا مو حسبت الحساب تاكد انك بتعاين الاضرار واسهل قرار من اللاعب بيكون في منتصف ارضيه الملعب سريعه الان للمنامه لمهدي خطير كره الهدف الله 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 ضحيه جديده من ضحايا مهدي عبد الجبار ضحيه جديده من هذه الضحايا من مهدي عبد الجبار يسجل فعلا هو المهاجم الأنسب لتسجيل الأهداف من داخل منطقة الجزاء هو الهداف البارز يسجل كثير هذه تصير أخطاء قلت لك ساعات تصير أخطاء فردية في المباراة تأثر على بشيء بس مو معناته أن العمق سيئين بالعكس احنا واثقين من العمق عندنا محترفين بعد ما لعبوا المباراة زيد ما كان مطرود بس واثقين في مشتبة في محمد يوسف فما عندنا مشكلة يعني مو مشكلتنا أن العمق لا العمق فيه مشكلة لو ما كانت ما شفنا هدف بهالطريقة والأهلي مع صنقور كانوا مو موجودين ما في منهم أي ردة فعل اللي صار الحين البحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة التعادل قد يكون قريب بمحاولة إبراهيم فرصة خطيرة ضاعت وعانت مرة ثانية مقطوعة الكرة
عادت للأهلي من داخل منطقة الجزاء مبعدة بعيدة إلى عباس عياد. لكن عمار ليش وقف؟ متأخر إنه يطلع. يعني هجمة كان فيها توتر، لأنه بس مجرد لاعب لاعب مجرد إنه يتحرك انفتح له زاوية من الجول يعني. فعقب ما خلصت الهجمة صار كلام بيني وبين المدافعين إنه حاولوا تسترعون شوي وتغطون بعضكم بعض. المدافعين ما سمعوا النصيحة والأهلي بدأوا يستغلون الثغرة المنامية. يا السلام إلى كاظم يتقدم بكرة البنين في شوط المباراة الثاني، خطيرة الآن، لا زالت المحاولة، خطيرة المحاولة الماضية لمصلحة النادي الأهلي. العصفور عرضية داخل منطقة الجزاء، الله الله الله، من قال إن المباراة انتهت؟ من قال إن الأهلي استسلم؟ لا 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 لا، المباراة لا زالت، والهدف الأهلاوي الرائع الآن يأتي برأسية. وباقر العصفور هو صاحب العرضية الماضية، والأهلي يعود مجددا إلى أجواء المباراة، يعود شامخا حين يظن أن الأهلي سينهزم. قبل قلت أن عندهم مشكلة في مركز الظهير، لكن ما حد كان يسمع لي، واليوم شفتوا اللي قاعد يصير. لا، يتحمل الفريق كامل، الفريق كامل، من الخطأ، من تأخيرة اللعبة، من دخول قلب المدافع لمنطقتنا، الفريق كامل يتحمل. ما أعتقد هاي الحالة سر الأهلاوية. وين الوعود اللي كانت في البداية؟ الأهلي وعد جمهورنا بيرجع الموسم، بيرجع هيبة الأهلي، ترجع بنقطتين كابتن وجولة. انت بعد لين انت متزوج عندك اولاد، ولين ما عندك الله يعطيك، انت بعد اول ما تدخل ولدك المدرسه بيقول لي ان شاء الله بتدش المدرسه وبتدرس تروح الجامعه وبتصير مهندس. لو بتقول له لا انت ما خلاص بتدش المدرسه بتقزرها، نفس الشيء. انت هاي ما فهم يعني، في امل وعود ما كانت صادقه ولا انا وعدت الجمهور. انا عندي ثقه في فريقي، اقول لك بوصل لنقطه معينه. الهدف ان احنا نرضي جمهورنا ويرجع كيان النادي الاهلي وترجع هيبه النصر ان شاء الله. كمركز وين؟ كمركز ما نتكلم الحين في المراكز، عندنا مو كل مباراة على حد ذاتها، ناخذها خطوة بخطوة وفي الأخير لنا كلام إن شاء الله. وين كابتن؟ أي ما يصير تداش، ما يصير تداش موسم مو بحاصة بولة. نتمنى نكون في منتصف الجدول إن شاء الله. يعمل الأول الخامس يرضي على صنقول إن شاء الله بإذن الله. ممكن نشوفك الأول. ليش لا؟ إذا جتك الفرصة ليش لا يعني؟ إن لازم نوجه السؤال لواحد ثاني، لأن كابتن صادق نسى الوعود اللي كانت محطوطة. وعدته والجماهير بس ما في شيء قاعد يتحقق. لا يمكن قاعد يبين انه ما في شيء قاعد يتحقق، بس احنا قاعدين نشتغل واللاعبين قاعدين يبذلون مجهود، والتغيير ان شاء الله جاي، ان شاء الله جاي. هاي الوعود تزعل الجمهور الاهلاوي وتخليهم يتحسرون على اللي قاعد يصير. ثلاث تعادل للحين في وقت، يعني تعتبر خسارتين وفوز. فوز تعادل؟ اي ثلاث نقاط ما ثلاث تعادل، تحسبها كذي. انا اقول اداره نادي الاهلي اقاله المدرب فورا في تركيبه الفريق، ما في مهاجم، ما في صانع. الظهير يلعب جناح والجناح والظهير يلعب جناح والجناح يلعب ظهير. إقالة المدرب؟ إقالة المدرب من العام. يمكن الفريق ما عرف الظروف في أول مبارتين، وعشان نكون حقانيين عانى من طردين، لكن جمهورهم طماعين ويطالبون بالمزيد. بس بقول لكم شيء، إذا جمهور الأهلي من ثلاث تعادلات طلب بإقالة صنقور، عيال الجمهور الحد اللي فريقه ما عنده لنقطة واحدة وما عنده ولا هدف، شنو يطالب؟ ضروري اقول يشوفون حال، يشوف الاداره تشوف حال. ضروري الفريق شنو يسوون يعني؟ ضروري فريق تعدل، يتعدل الفريق. يعني قلبكم معوركم؟ شلون قلبنا معورنا بعد؟ قلوبهم تعورهم من حقهم ومن الغيره على فريقهم، لكن ان شاء الله اليوم فريقهم يقدرون يرضونهم. البداية حلوة، ومن الفريقين اللي كانوا على النقاط مو متنازلين. يا سلام يا سلام، تكمل اوه على لقطة النجمة اخطر، النجمة اخطر من خلال هذه الكرات. يا على كرة الان، ركلة ركنية الان حاضرة، كرة تلعب رأسية، سعد العامر، سعد العامر كاد أن يسعد الحداوية. إعادة للقطة الموجودة،
الآن ومحاولة داخل منطقة الجزاء تعود الآن نجماوية. الله قايل لكم العبرة بالأهداف، العبرة بالأهداف، وفيتور سيلفا يصادق على الكلام إنه اللاعب البرازيلي الذي يسجل بيسراه في مرمى عباس. أحمد أنت مش نجمة، أنت خمس نجوم. النجمة يتقدم. النجماوية سجلوا الهدف وكانوا هم المبادرين، لكن هالشي زعل الهداوية وخلناهم يتسائلون. انا اشوف يعني بقول لك انا صدق محاورني قلبي، ولكن الحد يطلع على الافرقه القويه ليش ما يقدر على الاضعاف؟ هل هو يستهين؟ انا مو عارف. انا اتمنى واحد يرد علي يقول لي ليش انتم هاللون تحرقون قلوبنا ضد الافرقه اللي نفس مستواك ما تلعب عدل، بس ضد الافرقه القويه معناته انت ضد الرفع خسرت حتى لو لعبت. لكن اديت انا شو الفايده يا يونس؟ ما في فايده، ما يقولون من لعب يقولون من غلب. أنا بس أقول علامة استفهام، أنتوا ردوا علينا، واحد منكم يطلع ويوضح لنا وين الخطأ ولمتى هالخطأ. يمكن الحج شوية نشطوا، لكن الكعبي كان واقف له. انطلاق الآن، محاولة، جول، ضاعت الفرصة الماضية. ماذا يحدث اليوم يا أحمد يا ميرزا؟ أحمد الذي والناس ما يحتاجون النقاط، هل في أحد يتوقع أنهم يستسلمون؟ الآن كرة على الطاير. الله يا لخطورة النجمة. مالو مالو مالو. الإحساس بالمسؤولية إذا كان موجود فهاي الشيء يلغي أي فرصة للسقوط. في هذه اللحظات صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء كرة عرضية رأسية. جول. هذه الكرة مش في المرمى، هذه في قلب المرمى يا سيد محمد عدنان. الله 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 الله. آل عزيز النجمة ماشيين الشوط الأول زين، شو اللي صار؟ والله احنا ماشيين طول المباراة زين، بس من بداية الشوط الثاني ميودين بعد حتى ربع ساعة كان لنا هجمات ضيعنا وايد ما بتوفيق، فالكرة ثابتة و سيد حط التعادل. يعني الحد يعني ما سوى ولا شيء غير الكرة الثابتة. بس يا بعد الجول تعادل، انت اليوم محتاج النقطة. احنا محتاجين ثلاث نقاط، احنا محتاجين ثلاث نقاط. بس فريقك هل يعني يوحي انه هو بياخذ ثلاث نقاط الموسم بعد بالذات؟ والله ان شاء الله ليش لا. يمكن جول الحد يكون عكس المجريات، لكن في النهاية اللي يجتهد هو اللي بياخذ النقاط. نجمة في هذه الكرة. الله هدف قاتل يسكت الألسن في هذه اللحظات. مينيديز ببصمة برتغالية يسجل هدف بطريقة أوروبية في مرمى عباس. أحمد إنه يقهر الحداوية بهذه الكرة وبهذا السيناريو. النجمة يسير للانتصار الأول والخسارة الثانية للحداوية، وكأنها يا الله على الطاير على الطاير على الطاير. من يا يونس راحت المباراة في قفلة عين، وقعدتك قعدت واحد حاسر. شيء طبيعي يا وشي. شو اللي صار؟ الخطأ موجود من قبل، يعني مو بشي اللي صار. يعني صراحة يونس الأقوال الدفاع مالك مفتوح، وأصلاً مهاجم مالك المحترف ضيع الانفراد. والله احنا معروفين في آخر دقائق دائماً ننغلب، ما بعرف يعني اللي متى ما بيعالجون هالخطأ. زين الخطأ من مين؟ جهاز الفني ايش قاعد يسوي؟ شيء طبيعي يعني نحن نشوف يعني الخطأ ما قاعدين يعالجون. انا ما بعرف ليش هالتخبط قاعد يصير عندنا، الاخطاء متكرره.
ما عالجناها. كل مره نسمع تصريح انه بيعالجون الخطا وقاعدين نطالع الخطا يتصحح الى متى ما بعرفونا. يعني انا بس رساله اقول لهم، احنا نهد بيوتنا وعيالنا ونهد اشغالنا ونيكم في هالجو اللي يوقف القلب، يا هال صغار هني ورياي الكبار، نقول رساله حق اللاعبين وحق الجهاز الفني والاداري، نتمنى تحسون فينا. احنا قاعدين نيه مو عشان شيء، احنا نيه حبا فيكم، ولكن ما نستحق احنا فرحه وابتسامه، هنيه نتعب في هالجو ونشقى. وبهالنتيجه النجمه عنده 5 نقاط وفي المركز الثاني موجود، وبدا يرجع للطريق المعهود. وهالمركز قريب منه فريق، ولو فاز يخلي الفرق المقدمه كلهم في ضيق. الحاله هو المقصود، اللي بيلاقي البدايه اللي الفوز بالنسبة له هو المطلوب. لكن التوقعات مو دائما تصيب، وإذا عندك مهاجم قناص بيعرف يستغل الأغلاط. كرة ثابتة راح تلعب على 6 ياردة من حطها بالرأس، الجول جول أول. البدعوية يأتون بأول أهداف المباراة عن طريق الهداف العملاق، هو الحشاش، هو عبد الله دعيج الحشاش يأتي بأول أهداف المباراة، عاشق الشباك من كرة ثابتة، ونفذت بشكل جميل من البرازيلي إيلتون إلى عبد الله دعيج الحشاش. الحشاش أبدع في الهدف، لكن الدفاع الحلاوي وين؟ الحالة الدفاع زين، لكن أحيانا نصير في ظروف المباراة إعداد ذاك الفريق كان أفضل، فبداية المباراة يمكن اهتز شوية الدفاع، ولكن دي مو معنى أن الدفاع ضعيف. الكلام يقبل الصح ويقبل الخطأ، الأخطاء هي أساس الأهداف. وفيه جول جول، أنا ذكرت حذار يا حارس يا مرمى، متابعة جيدة، والتعادل التعادل. الحالة يأتي من كرة ثابتة، أيضا من كرة ثابتة في الدقيقة 21، إذن الدقيقة 21 والتعادل. فريق الحالة يعود من بعيد أيضا من ركلة حرة ثابتة ومتابعة جيدة رأسية، ويبدو هو العملاق قد يكون هو اللاعب العبيدلي. في الشوط الثاني يمكن الاستحواذ عند الحالة بس بدون خطورة، وفي واحدة من المرتدات نقدر نقول البداية يرجع يعاني مثل السابق. إلى أمامية إلى إيلتون لاعب مشاكس، وراحت يبدو الجهاز الفني والإداري بالنسبة للعيبة فريق البديع نادي البديع قد يطلبون بأن هناك خطأ أو ركلة جزاء. طبعا نترك أيضا هذه اللقطة للتعليق عليها من قبل الزملاء في السيديو التحليل. بس اللي عجبني فيهم أنهم ما وقفوا واستمروا وزودوا وضغطوا. الفردية راح يسدد قيراية والبحث عن زميل لعبة عالية، فيه جول بالرأس، الله راحت لم تصل بشكل جيد للعملاق عبد الله دعيج الحشاش، والكور تلعب كرة طويلة أمامية يتابعها الحشاش وحارس حذاري، خطرة فيه جول، الله راحت حذاري يا محمد القرابلي، وسوء تفاهم من قبل الزوري وحارس برماه، وكاد أن يخطف هدف القناص الهداف عبد الله دعيج الحشاش. راحت لبديع أخطر، لكن هاي اللقطة ظهرت التوتر بين الفريقين. والله شوف يا كابتن، يعني شايف انت الكورة والحارس فاهم كيف، هو نط ركبته جت فمي فاهم كيف، وانا ضايق في الملعب هنا، ويجي واحد من برا يقول لك خليه يقوم
خليه يقوم. انا في النهايه ترى كره القدم اخلاق، ترى الكره هذه خلاص في سن معين حتسيب انت تترك الناس بتتكلم على اخلاقك. لاعب طايح، طيب لو سمح الله قلت بلع لساني ولا شيء، بتقول العب العب يعني تصرف؟ والله انا ما اقدر ايش اقول يا كابتن. هو ممكن تصرفه خطا لكنه كلش مو مثل هالتصرف. وتقدم والكره الى خارج ملعب وصافره جريئه، ركله جزاء، راح اشوف شنو القرار. يبدو هناك ركله جزاء بنالتي بصافره جريئه. شوف الاعاده فيها افاده، شوف تدخل شهيد عزيز شهيد، وصافره جريئه وقرار جريء من قبل حكم المباراه. ركلة جزاء جيفرسون بيانو لعجيمي، الله بطريقة الكبار بطريقة زيدان، ركلة جزاء تلعب بذكاء من قبل ابن السيليساو. هو جيفرسون بيانو الذي يقدم أوراق اعتماده من خلال هذا الهدف، راح يكون هدف ثمين غالي بالنسبة لفريق الحالة وجماهير وعشاق اللون البرتقالي. إذن بطاقة صفراء أيضا. والله ايش اقول لك؟ اقول لك اقول لك حق الحكام، كلمه الشمطوط اللي قالها فشلتونا. لا فشلونا، تحكيم يفشل. تحكيم بغض النظر بديع محرق الغربي، انا اشوف الحكام هالسنه صعب عليهم. دوري سمو الشيخ ناصر بهالشراسه هالسنه اقوى دوري تروالي من 10 سنوات هالسنه. انا اشوف نزر عليهم ما يقدرون يحكمون. ما في حكم الحين يتراولي يقدر يحكم هذه المباريات. انا قاعد اللي قاعدين نشوفها كوجهه نظر، كل مباراه عن مباراه تزيد اخطاء وتكبر الاخطاء. شو اقول انا؟ اذا حكم بلنتيين ما حسبهم علينا وحسب بلنتي هب ضربه جزاء واللايمن يتناقش وياه يتراول، كلكم شفتوه سوا له ما بلنتي، عدل كلامي؟ وتناقش وياه واخر شيء حط اللي يبي يسويه حطها بلنتي. حكم ما بقد المباراه معنى الكلمه. انا اقول لك اذا هاي حكامنا احنا مع الاسف شلون يرتقي دوري سمو الشيخ ناصر؟ شلون احنا ترتقي الكره البحرينيه اذا كان حكامنا بهاي الطريقه؟ انا اللي اشوفه ان الحكام قاعد يترجع دوري البحرين للخلف، وكل مباراه عن مباراه يسيئون بمعنى الكلمه. ما في احد لما الحكم يتحاسب اكيد بيحط الاعتبار. انا اللي قاعد اشوفه حاليا الحكام ما قاعد يتحاسب، وانا لو في احد يتحاسب نبي نشوف المحاسبه، نبي نشوف يقولون من الغلطان، نبي نشوف البلنتيات اللي قاعده تنهدرها الحكام يمشونها علينا هاللون. بس اللي انا بوضح فيه من المحاسب الحكام، من اللي يحاسب الحكام؟ من اللي يقدر الحكام؟ خل البديع، لا تقول لي البديع. انا قاعد اقول لك نشوف في هالسنه دي نشوف المعجزه في الكوره، المعجزات نشوفها في الكوره. تونا وزن الجولات اذا هي حكامنا. رجعنا حق التحكيم، وهاي الشيء اللي ما كنا فينا بنتكلم مرة ثانية وثالثة، لكن شو نقول غير ان احنا مجبورين، واللي مرة ثانية يضيع مجهود فريق. وما نقدر نقول الا حق الحالة مبروكين، وحق البدايع الله يعين. بس في شيء لفت انتباهي في هالمباراة، لاعب قدر يثبت انه هو لاعب مو عادي، لاعب ممكن انه يكون له بصمه ويتطور في الايام القادمه. بالعكس احنا مصعب هذه فرصه له انه يطلع اعاره، يحصل فرصه اكثر انه يلعب يحتك ويرجع لنا بالاخير نادي ذي. واللي عندك مو قاعد يعظم مكان اولسو اي كام باك عمر لاست نو بلاي 1 يير عمر دويج اند مستر يعقوبي اولسو وات هي بلاي ان بودا از انذر ليفل ان وات اي وونت اند وات اي اس فروم هيم هير ان ازريفا. Where is the Buda? Sorry, with all the respect for Buda. No, I don't want to say bad words, but it's a big difference to play in Levante and to play in Real Madrid. This is another the pressure. كلنا نعرف ان الشرقاوية اليوم بيلاقون الرفاع وفي ديربي الرفاعي، واللي الشرقاوية من سنين وهم يعانون فيه. تتوقعون اليوم شنو ناويين عليه؟ ان شاء الله اليوم فايزين. بناء على شنو كابتن؟ عندنا ثقة في امكانيات الفريق.
الله. احنا ما نهدد، احنا الرد في الملعب. عندنا فريق مميز من اميز اللاعبين في البحرين، استقطاباتنا للمحترفين استقطابات زينه. احنا الرد في الملعب، ما نرد في التلفزيون والاعلام، احنا الرد في الملعب. عندنا ما يمشي عندك، عندنا رجال ان شاء الله في الملعب راح يثبتون ان شاء الله انهم الافضل ويحققون نتيجه الفوز اليوم ان شاء الله وناخذ الثلاث نقاط. حلو، الفريقين واثقين، هاي اللي نبي عشان الكل يكون متحمس ومنتظر. اللي يسمع كلام الشرقاوية يخلينا نقول انهم بيكونون السباقين. كل الجماهير لفرقها تأتي مبكرا الى ارضية الملعب، وقد تكون كرة مبكرة من بداية شوط المباراة الاول، لكن تحولت من مؤيد العجال الى كوميل مرة ثانية. كوميل عرضها خطيرة الى داخل منطقة الجزاء، هذه المرة المساندة تأتي من جاسم الشيخ من داخل منطقة الجزاء، ويا لها. لكنهم بس كانوا واقفين وكلش مو خاطرين، ولازم نعرف ليش الدفاعات مرتبكين. I have two defenders new, all the defense new, all defense new, four player defense new. If I have almost the same defense and another teams, معناها same defense. يعني من كلامه يقصد انهم متجانسين. بس لحين فرصة حق الشرقي، احنا ندور ونشوف شلون قالوا بيفوزون. تسديدة، الله الله الله، إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. الشرقي يمتلك عناصر، لكن ليش ما يهجمون؟ هاي السؤال اللي كل الناس يبون يعرفون. أنا رأيي صراحة للأسف أشوف لا، ما أشوفه جيد، لأن أقدر أقول عنه جبان، دائما نلعب في طريقة دفاعية. بالنسبة حق العناصر اللي عندك، بالنسبة حق اللاعبين اللي أنت مستقطبهم من الخارج وما تلعبهم أكيوم، تشوفهم المحترفين خارج الملعب ما قاعد تلعبهم، زين ليش مستقطب هاللاعبين أساسا؟ كلمة حاكتين قال يمكن متروك مدرب ما يهجم وايد، لكنه من المدربين اللي كان دائما يفوز ويسجل الأهداف كثيرة، وهاي اللي شفناه مع الشرقي في الموسم اللي فات. لكن في هالموسم لحين فاقدين هالشيء من الشرقاوية. ومتروك بدأ بالتبديلات، يمكن يزيد الفاعلية، لكن هاي التبديلات ما عجبت بعض اللاعبين. That's why I want to protect him, because if I put another one right winger and he don't help Omar, he can have problem with one yellow card. I see almost all the balls go there for Marhoun. They push because they know they have he have yellow card, and I put one player fresh light. No, the player understand. Everybody, this is good that he is angry. But he must be angry to him, not to me, because I help my player. الشرقاوية الآن عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة رأسية تمضي منك يا لاعب الرفاع الشديد. طلعت إلى عبدو، خطيرة إلى ليث هاشم، ليث عرضها، المحاولة لسامي، أوهو! سامي الحسيني دخل بديلاً. الشرق نشطة والرفاع من بعدها مظهرة، وأتوقع السبب محمود البحر وين؟ قعدت بنش لعبت اساسي هشومي نفس الشيء، انت مو عندك مهاجمين من الموسم اللي طاف، تذكر يوم قلت لك ان خروج علي مدن ومهدي حميدون بياثر عليك، قوتك الهجوميه طلعت، اليوم قاعد يبين قوتك الهجوميه راحت، ترى مباريات هالمباراه هم اللي يخلصونها لك، اليوم هم ما حد، علي عاشور ما يوفق في المحترفين؟ لا بالعكس، هو يعني بالارقام الكلام اللي تقوله صحيح، نتمنى لهم التوفيق للاعبين اللي طلعوا من الرفاع، احنا قاعد نحاول. وبالعكس انا كلي ثقه في هشومي، كلي ثقه في بحر، احنا عارفين ان عندنا لاعبين مميزين وسوبر. يمكن هم مميزين كلاعبين، لكنهم من اول جوله وهم مو فعالين، ونتمنى يردون علينا ونكون غلطاني. يعني الكره تتحول للرفاع، الافضليه الرفاعيه في هذه الكره عاليه للامام، خطيره والى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب، الى ركله مرمى. متروك في هالمباراة كان متسيد وعرف يقرأ الخصم وشلون عليهم يهجم. سامي يبحث عن التسديد، يا لروعة الكرة الماضية، يا لتسديدة جميلة جدا منك يا سامي، وأروع من عبد الكريم الفردان. وفي آخر الوقت كان بيتفاجأ، لكن حمد الدوسري كان موجود وما رضى يطلع فريق خسران عقب أدائهم العالي. محمد مرهون الآن بتسديدة، يا لروعة الكرة الماضية من جانب
محمد مرهون أنقذها الدوسري، كانت أن تكون كرة الواحد صفر، كانت أن تكون كرة المباراة. هذه الفرحة تخلينا نقول للشرقي مبروك، من بعد سنين أول نقطة لكم من الرفاعية. I'm happy because it was unfair to lose in the last minute. You see, amazing shoot from Marhoun, and if Hamed not have this reaction, maybe we lose the game and we work 95 minutes for nothing. Football is amazing. For that's why, again, I'm happy because how you say we didn't lose against them. Don't forget, last year we played against national team of Bahrain without Romahi. And this year? This year is not national team. They lose 2-3 players, same like me. I lose 4 players, important. Oh, so now you are equal to okay. Almost the same, yes. For that's why you don't lose? Maybe because the last decision for my player is in some moments, especially in attack, can't make the difference. الجولة الثالثة انقضت، لكن لحين مو نفس المستويات اللي كل الجمهور توقعت. فترة راحة تخلي كل الفرق ترتب أوراقها وأقوى ترجع، هاي كل اللي نتمناه، لكن بيبقى هذه المختصر، لكن نقطة في بحر.